العراق في الماضي كان يبحث عن المشاكل والحروب مع جيرانه مع أشقائه. هذه المرحلة أصبحت جزء من الماضي. اليوم العراق تواق إلى شراكة، شراكات اقتصادية، شراكات تحفظ كرامة أبناء المنطقة وأبناء العراق، شراكات تنقل هذه المجتمعات إلى حياة جديدة. الحمد لله والشكر. هذا مهم ليس للعراق فقط، مهم للمنطقة، أن ننطلق برؤية جديدة عن شراكات جديدة. وبالخصوص قاعد تشوفوا المتغيرات التي حصلت في المنطقة منذ سيطرة داعش على أجزاء مهمة من العراق وفي سوريا، انعكاسات الوضع أو الفوضى الموجودة اليوم في أفغانستان، وكذلك شفنا حجم الحروب والدمار في المنطقة خلانا أمام تحديات نشوفها اليوم في سوريا، في العراق، في لبنان وفي مناطق أخرى. نحتاج شلون نتعاون لتفكيك هذه الأزمات والخروج من هذه التحديات وتحويلها إلى فرص نجاح.